السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد على طريق عين المو جديد الأشغال ديالها اللي كتجي من ورطاس بني واشكراد أجدير عين المو. هاد الطريق هذه مازال في الأشغال ديالها، مازال ما كاملش، هذه لحد الآن حتى العين المو مازال ما كاملش كلشي، لابيس تقريبا اي واحد النسبه قليله ديال الكودرون بلايص وصافي، ولكن تقريبا كلشي راه لابيست، ما الانسان ما يقدرش يمشي بها في الطوموبيل تما، كلشي لابيست يعني ما صالحاش للطريق من مرطاس اجدير بني وكلان عين المو. هاد الطريق مازال الاشغال ديالها كاملين، اما الطريق اللي كتمشي من مرطاس الجواهره الطريق الجهه الاخرى الاتجاه الاخر راه كلشي مزفته، كلشي تمشي حتى لعين المو الانسان يقدر يمشي بها، بركان ورطاس الجواهرة وعين المو تما كلشي الطريق مزفته، حتى عين المو كلشي راه كودرون ولا الاتجاه ديال تافوغات. اما اللي بغى يمشي من ورطاس للكنكاسور ديال الحجر وهذا اجدير وهذا، راه الطريق مازال ما كاملاش يعني الاشغال ديالها باقي جبده كما راكم تشوفوا هنايا. خليكم مع الفيديو حتى الاخيره، ولكن اللي بغى يجي من عين المو يجي البركان يقدر يفوت الاتجاه الاخر الطريق ديال ابو الجواهره ويخرج في ورطاس ديريكت للبركان، ولكن الطرق الاخرى يعني مختصره بزاف، ولكن مازال ما كاملاش الاشغال ديالها هذيك اللي راه مازال لابيس ديالها. لا
كما تشوفوا في هذه الطريق هذه، هذه راه جايه من عين المو اتجاه تافوغات ولا اتجاه بركان مجيت ورطاس، هذا كلشي مزفته، ولكن ماشي مزفته كامله، تقريبا غير الكوش الاول غير مزيته، ولكن صالحه يعني تقدر الانسان يمشي بالطوموبيل ديالو ترونكيل، ما يمكن حتى شي حاجه. اما الطريق الاخرى كما قلت لكم راه كلشي مازال البيست عادي.